اليوم راح نحكي عن موضوع الـ lung tumors. طبعاً موضوع الـ lung tumors هو من المواضيع اللي دائماً تجي عليها MCQات عديدة، أوكي؟ وفي يعني في بارتات معينة من هذا الموضوع، صراحة أقول لكم على هاي البارتات يعني من نوصل لها. بشكل عام إحنا نعرف إنه الـ bronchial carcinoma هي تعتبر the leading cause of cancer-related deaths، سواء كانت بالميل أو بالفيميل. طبعا البروغنوسيس يختلف باختلاف نوع التيومر وباختلاف حجم التيومر وباختلاف وين اللوكيشن مال التيومر باللنج. زين، يعني at the time of diagnosis بشكل عام only 15% of all lung cancers will have local disease. يعني شنو؟ يعني at the time of diagnosis 85% من البيشنتس they will have distant metastases. زين، okay, oh, in general more than 55% they have distant metastases, you know, only 15% they will have local disease. See? So يعني هاي it's basically انه نقول انه اكو اكثر من تقريبا ربع مليون شخص they have been diagnosed in a single year مثلا بالUS. That is that, okay, ف it's very much rising. طبعا ليش؟ لانه the most common cause, okay, or the most common etiological factor for lung cancer is cigarette smoking. زين، اكثر من 90% من البيشنتس اللي عندهم lung cancer هم they are cigarette smokers heavy. طبعا the risk is dose related, okay. So بشكل عام مو بس السموكينج، حتى الباسيف سموكينج زين ياثر. طبعا طبعا السيجاريت سموكينج اكثر من غيره من الاشياء، يعني السيجاريت سموكينج اكثر من السيجار. السيجار عاده ما يستنشق، السيجار يسبب كارسينومز ان ذا، يعني مثلا اذا هيفي سيجار سموكر اللي هو ما يستنشق يسبب يعني نيزوفرينجيال او اوروفرينجيال مالجنسيز الى اخره لا سمح الله. زين، السيجارات اكثر من غيرها، يعني السيجارات وال يعني اي شيء خلينا نقول تباكو ريليتد، سيجارات الهوكا اللي هي النرجيله وغيرها من الاشياء، هي تعتبر كلها من الاشياء اللي تسبب، يعني هي كلها تعتبر ذا سيم. الفيبنج ايضا يعتبر ريسك. زين، هو مو كومبليتلي سيف، صح الدوز اقل بهوايه اوف نيكوتين زين والتار وهذين الاشياء، بس نفسه يعني أي شيء يفوت اللنج ممكن يأثر. Exposure to radon في بعض الحالات، الأسبستس، البريليوم، الكادميوم، الكروميوم، كل هذين خلينا نقول occupational exposures من الممكن، وإضافة إلى ذلك certain genetic factors من الممكن تخلي البيشنت يكون susceptible لل lung malignancy. طبعا إحنا مثل ما قلنا إنه أكو أنواع من ال lung cancer. زين، اكو الادينوكارسينوما اللي هي تشكل من 35 إلى 40%، السكويموس كارسينوما اللي هي من 25 إلى 30%، سمول سيل كارسينوما اللي هي تقريبا من يعني تقريبا 15%، واللارج سيل كارسينوما اللي هي 10 إلى 15%. طبعا اذا نجي احنا نشوف انه الادينوكارسينوما بشكل عام، يعني واحده من الاشياء اللي احنا نذكرها انه الادينوكارسينوما usually تصير بالفيميلز إلى حد ما أكثر من الميلز، بينما سكويمس ملاحظ أنه تصير بالميلز أكثر من الفيميلز. الأدينوكارسينوما تكتشف، يعني إحنا لازم نفهم، لازم تفهمون أن اللوكيشن مهم. يعني إحنا دائما من يكون التيومر it involves a large bronchus، يعني it involves يكون central، خلينا نقول يكتشف earlier than انه يكون peripheral tumor و it involves شنو small bronchioles. اوكي، عاده احنا ما نقول انه هالتعميم، عاده الادينوكارسينوما تكون usually peripheral، بينما السكويموس كارسينوما usually تكون central. زين، higher end and central. اوكي، اسوء prognosis راح يكون بالsmall cell، لان small cell راح ما يحس بيها الشخص، بس رأسا يحس انه شنو، انه صار عنده distant metastases و paraneoplastic syndrome، ولذلك السبب small cell عادة تتعالج بالكيموثيرابي. بس احنا يعني ال general treatment بالنسبة لهذه الاشياء هي surgery صراحة، بس small cell ما راح نقدر نتعامليها جراحيا، لازم نتعامليها كيموثيرابيوتيكلي. يعني زين، يعني هاي بعض التفاصيل ممكن نخليها ببالنا، راح نجي نسولف عليها شوي.
شلون دي يجينا البيشنت اللي عنده يعني لا سمح الله lung tumor؟ طبعا المريض اللي يجي عنده malignancy أو lung malignancy ممكن انه يكون asymptomatic ما يحس، خصوصا لما يكون الكانسر it involves a distal peripheral يعني خلينا نقول bronchial، فالبيشنت ممكن ما يحس بها تكون asymptomatic. وطبعا هاي مو نسبة قليلة يعني تقريبا من 5 إلى 15% خلينا نقول 15% من البيشنت هم يعتبرون asymptomatic. زين السيمبتومز بهذول ال 85% الباقين تعتمد على يعني هل هي خلينا نقول نحكي على اللوكال ثينجز لو نحكي على السيستميك ثينجز. يعني مثلا اذا نحكي على اللوكال شنو ممكن الاعراض اللي يعني يجي بها البيشنت اللي هي بريزنت وذ مالجنسي؟ اولا ممكن ان البيشنت نتيجه لللوكال انفولفمنت مال البرونكوس او مال البرونكيوز او الى اخره يجي البيشنت يصير عنده شنو، يصير عنده كوف. زين وصراحة الكوف أو القحة هاي تعتبر the most common early symptom. طبعا نلاحظ أنه واحد يقول قحة هيك بس لو أكو بيها تفاصيل، القحة صح هي the most common early symptom بس مرات البيشنت هو أصلا عنده chronic cough. يعني هذول اللي يدخنون مثلا عندهم chronic bronchitis مرات يصير وعندهم هذا ال early morning cough، فمن يصير مرات change زين بالكاركتر مال هذا السموكرز كوف زين او اعراض جديده تصير ويا هاي الكوف او تشينج بيها، هنا أنا لازم يعني هذا الشيء يثير انتباهنا انه احتمال اكو فد something serious. زين اذا الكوف تعتبر the most common early symptom. This is number one. اوكي okay. الكوف في بعض الحالات it may become يعني virulent. اوكي okay. وممكن ايضا تصير associated with hemoptysis. زين والهيموبتسيس يعتبر a very alarming thing، خصوصا الهيموبتسيس يصير بالcentral bronchial tumors. زين فنخلي هذا الشيء بان انه دائما لما اكو patient smoker يصير عنده hemoptysis it should be investigated مو فقط for TB وما ادري لا should be bronchiectasis it should be investigated for bronchial carcinoma. زين مرات السنترال تيومرز اللي قلنا تسبب هيموتز ممكن انه تسبب يعني يصير بها يعني خلينا نقول او تكون تتغذى بلارج فيسلز ف دي انفيد ها التيومر ات انفيدز هذا اللارج فيسل فبالتالي ممكن انه يفتح على البرونكس وبالتالي يصير ماسيف هيموتسيس يعني اكثر من 200 سي سي. زين هاي واحده من الاشياء مثلا. فاذا الكوف شورتنس اوف بريث بشكل عام الهيموبتسيس والسبيوتوم إلى آخره، إضافة إلى ذلك مرات يسبب انسداد يعني هذا التيومر they sit البرونكس فده يسبب bronchial obstruction. طبعا هذا البرونكيال obstruction قد يكون مرات يعني partial فممكن يسبب wheezing. أوكي يصير unilateral wheeze ومونومورفيك wheeze. زين لما نقول للpatient قح it fails to يعني to get relieved with coughing. زين واحدة من الأشياء. ومن الممكن أنه يتحول إلى complete أو يعني يكون complete obstruction وليس فقط partial obstruction، لا complete obstruction. complete obstruction إحنا مثل ما نعرف راح يسوي atelectasis، راح يسوي lung collapse resorptive atelectasis. زين هاي الـ يعني هاي الـ هذا الانسداد يعني partial أو complete راح يخلي المنطقة اللي مسدودة anidus for bacterial infections فبالتالي يسوي ممكن نمونيا، يسوي فيبر chest pain وإلى آخره نمونيا typical. وهاي النمونيا ما تكون نمونيا اعتيادية، لا تكون unresolving نمونيا زين أو unresponsive نمونيا ما it cannot respond to the normal antibiotics أو to the normal measures اللي احنا ناخدها بالpatients اللي عندنا زين. فهذا نخلي يعني هذا الشيء بان. اوكي الشورتنس اوف بريث مو فقط يجي طبعا شورتنس اوف بريث فشي يعني كلش جنرال ممكن انه يجي نتيجه للتيومر اتسلف، نتيجه للابستراكشن، نتيجه اللي بيسبب اتلاكتاسيس، نتيجه للنمونيا، نتيجه لواتفر. بس واحده من الاشياء المهمه ايضا بانه اللي تسبب شورتنس اوف بريث هو انه بعض الناس يصير عندهم شورتنس اوف بريث نتيجه لمثلا بلورال فيوجن اللي يصير نتيجه للانفولفمنت اوف ذا بلورا مثلا. زين أو ممكن يصير يعني عندهم shortness of breath نتيجة لـ involvement of the phrenic nerve. زين أوكي
بالتالي ممكن انه يسوي diaphragmatic paralysis. فمو فقط الاشياء الاوبفيس، لا اكو اشياء مو كلش اوبفيس بس هي شنو هي تسبب، خلينا نقول يعني هذا shortness of breath. زين طبعا اضافه الى ذلك من الممكن انه البيشنت يصير عنده mediastinal spreads and يعني things اللي قد انه تكون مثلا patient يصير عنده dysphagia على سبيل المثال نتيجه للانفولفمنت اوف ذا اسوفاجس، او patient مثلا يصير عنده superior vena cava obstruction نتيجه هذا الماس افكت. زين كل هاي الاشياء ممكن انه تصير. فاذا cough، shortness of breath، chest pain، hemoptysis، طبعا اكيد weight loss، generalized things اللي هي الانوركسيا والweight loss اللي هي هاي تصير ويا كل المالجنت disorders. زين الفيفر ايضا كذلك، generalized weakness and lethargy and malaise، وقلنا الاشياء supervenous cava obstruction، dysphagia، wheezing والstridor قد تصير نتيجه يعني للpartial obstruction. زين كل هاي الاشياء طبعا في بعض الحالات اكيد نتيجه للميتاستاسيز ممكن يصير بون بين. زين ممكن تصير اشياء اخرى اللي هي نسميها البارانيوبلاستيك سندروم. الكانسر سيلز، اوكي الكانسر سيلز عندها قابلية أنه تفرز certain peptides تشتغل بمنطقة بعيدة عن المنطقة، يعني بعيدة عن أصلاً منطقة التيومر. زين فهنا إيش راح نسمي هاي النقطة؟ راح نسميها paraneoplastic syndrome. أوكي نسميها paraneoplastic syndrome. الparaneoplastic syndrome ممكن أنه يطلع على شكل endocrine، يعني مثلاً هو التيومر أوكي أكو عند extra pulmonary manifestation، مثلاً ممكن تفرز الـ ADH أو الـ vasopressin. وش يسبب هاي؟ سبب hyponatremia. ممكن تفرز الـ يعني الـ ACTH. زين؟ ممكن أنه الـ patient، وبالتالي أنه ممكن لما الـ patient ينفرز عند الـ ACTH، زين؟ أو الـ adrenocorticotropic hormone، بهاي الحالة ممكن أن يصير عنده Cushing's. زين؟ لما الـ patient، لما الـ tumor يفرز الـ parathyroid related parathyroid hormone related peptides، كأنما دي يفرز parathyroid hormone. زين فيسبب hypercalcemia، hyper parathyroidism يصير. وواحدة من النقاط المهمة انه هاي هنا لما ندز البيشنت على تحاليل مال parathyroid hormone بالحقيقة يطلع يعني البيشنت اصلا هذا parathyroid hormone related peptide ما له علاقة، ما راح تلقف بالاسي مال parathyroid hormone. زين فبالتالي يطلع hyper parathyroidism بس هو مو associated with increase يعني secondary. زين فهي نخليها بان. ممكن ايضا carcinoid syndrome نتيجه لل يعني بشكل عام in general carcinoid syndrome يكون نتيجه لل release فاذا مثل ما حكينا قلنا انه ممكن يكون ال ADH او vasopressin، ال ACTH، ال hypercalcium اللي نتيجه للparathyroid hormone related peptides، carcinoid syndrome اللي هو basically يعني مثل ما قلنا it's release of excess serotonin. زين in certain cases حتى ال patient ممكن يصير عنده gynecomastia نتيجة لي يعني as a result of this paraneoplastic syndrome in males. زين طبعا هذا جدول من الجداول المهمة جدا اللي دائما تتكرر من MCQات، لذلك سبب لازم انه انتم تكونون مركزين عليه كلش هواية. زين ال patient قد يكون عنده neurological things وكل شوية يشوفها خصوصا المايستينيا. زين اللي هنا المايستينيا مو مايستينيا جرافيس وانما نسميه لامبرت ايتن سيندروم، تاخذوه ان شاء الله بصف خامس بالنيورولوجي. البيشنت ممكن يصير عندهم مايلوباثي ويكنس، ضعف بالعضلات، ضعف بال يعني نتيجه للانفولفمنت اوف ذا سباينال كورد. زين بولينيوروباثي، بريفرال بولينيوروباثي، سيربيلر ديجنريشن، كلها من الممكن انه تصير. زين از اكسترا بولمونري مانيفيستيشنز اوف of lung cancer. طبعا هاي الحكي احنا اللي بدنا نحكيه هو ما له علاقه بالميتاستاسيس، هذا نسميه paraneoplastic syndrome وليس metastatic. زين it's non metastatic. اضافه الى ذلك الكلوبينج، احنا حكينا هو يعني الكلوبينج قلنا انه واحده من الاشياء الريسبيراتوري اللي يسويها الكلوبينج هو ثلاث اشياء، قلنا يا اما يكون fibrosis، يا اما يكون perulent infections. زين يا اما يكون شنو، يا اما يكون malignancy اوكي lung tumors او الميزوثيليوم او غيره. زين في بعض البيشنتس يصير عندهم فشي نسميه hypertrophic pulmonary osteoarthropathy. زين اللي هو عبارة عن periostitis. زين طبعا يكون painful periostitis، يصير بالتيبيا، يصير بالفيبيولا، او يصير بالراديوس او بالألنا، فيصير اكو tenderness. زين وحتى لما ناخذ اكس راي نشوف انه اكو sub
يعني periosteal bone formation دي يصير. زين ايضا related يعني للparaneoplastic syndrome زين وليس للmetastasis. اوكي فنخلي يتبنى هذا الشيء. زين طبعا نفروتيك سيندروم in general ممكن يأثر على الكدني ويسوي نفروسس ويسوي نفروتيك سيندروم يسوي بروتين لوزينج يعني بروتين لوس خلينا نقول باليورين ونتيجة النفروسس. يس بوليمايوسايتس اند درماتومايوسايتس من الاشياء المهمة اللي دائما تجي بالام سي كيو وهاي طلاب يغلطون بها. زين وان جنرال الايوسينوفيليا من الممكن تكون انفولفد ايضا او اسوسييتد وذ يعني وذ ذا بارانيوبلاستيك سيندروم اللي قد يكون بال يعني بال lung tumors. هذا الجدول مهم جدا لازم انه you acknowledge it clearly لانه تجي منه هواي MCQs كل شوية MCQs تجي من هذا الجدول. طبعا احنا من مثل ما يعني نجي نحكي in general هواي اكو طرق للتشخيص من ضمنها ال X-ray. زين chest X-ray اكو هواي manifestations by X-ray لل malignancy. على سبيل المثال قد يكون انه مثلا البيشنت عنده unilateral hilar enlargement مثلا. زين قد يكون البيشنت عنده peripheral pulmonary opacity بشكل عام فد opacity وتكون circumscribed وحجم معين والى اخره كانما احنا نلقى solitary nodule على سبيل المثال. زين قد البيشنت لا والله يصير اكو فد كولابس. زين قد يكون اكو فد partial collapse او فد complete collapse فد lobe معين. patient قد يصير عنده pleural effusion. زين نتيجة للinvolvement of the pleural space. زين هي واحدة من الأشياء. but in general الليمفادينوباثي اللي ممكن أنه تصير ال patients احتمال راح يصير عنده raised hemi diaphragm. زين هواي أكو تفاصيل هواي أكو حكي عن شنو ال radiological presentations of bronchial malignancies. زين مثلا إذا نيجي نشوف هاي طبعا this is a diagram. زين نشوف انه displacement of the trachea لاحظوا هسه هنا بالجست اكس راي لاحظوا انه اكو displacement. زين اكو displacement دي يصير of the trachea pull. ليش نتيجة للكولابس. ليش صار الكولابس هذا نتيجة لل obstruction of the right main bronchus فسد اللنج كلها فسوى resorptive atelectasis وهاي سوت negative pressure سوت mediastinal shifting. زين وtracheal shifting وهنا نلاحظ انه اكو كومبنساتوري امفيزيما مثل ما حكينا بالبدايه باول محاضرات ونشوف انه اكو ريزد هيمي دايفرام بس انا مو كلش واضح الهيمي دايفرام. زين في بعض البيشنتس او في بعض التيومرز اللي لازم ايضا انتم تعرفوا انه مثلا نشوف انه اكو فد كافيتي صارت او اكو فد اوباسيتي بس اكو كافيتيشن. هذا سؤال اجى بوقتنا يعني بالفاينل اتذكره انه بس سؤال كلش بسيط انه what one of the following is one of the following tumor lung tumors causes cavitation. ومعدد كلها معدد الادينوكارسينوما والسكويموس والسمول سيل واللارج سيل الى اخره. فالجواب منو اللنج تيومر اللي يسوي cavitation؟ الجواب هو السكويموس. زين اوكي فالسكويموس تيومرز they may go central necrosis وبالتالي بعدين ممكن يصير اكو كافيتيش حتى مرات يشبه الـ يعني اللنج ابسس. زين فنخلي هذا الشيء بان. زين طبعا اكيد قبل ما نكمل الانفستيجيشنز فيتشرز سجستينج لنج كانسر ريكيرنت نيمونيا ذا سيم سايت او الان ريزولفينج نيمونيا. زين سلو تو ريسبونس الكوف تشينج بالكاركتر اوف ذا ريجولار سموكرز كوف. زين ممكن ريبيتد ابيسودز اوف بلاد ستريكينج سبيوتم بالسموكر. زين وهاي ريسك بيشنتس انه يكونون مثلا من اكثر من 45 سنه اللي يدخنون او يعني خصوصا اللي يدخنون اكثر من 40 بير داي فور اكثر من 20 ييرز هذول نعتبر يعني او يعتبرون هاي ريسك بيشنتس. زين ايضا واحده من الاشياء اللي اتفقنا عليها انه الاكس راي. زين الايمجينج بشكل عام طبعا السي تي سكان شود بي بيرفورمد لانه السي تي سكان راح ينطينا فد فيتشرز افضل راح ينطينا فد definition اعلى وراح ينطينا diagnosis اضبط من الاكس راي. يعني الاكس راي كوما احنا عددنا هوايه نقاط. زين يعني هوايه اكو لونج ديزيز ممكن سوينا نفس الاشياء. زين بعد ممكن انه ناخذ كلتشر عفوا ناخذ يعني سوري سايتولوجي اوف ذا سبيوتم. زين ناخذ سايتولوجي اوف ذا سبيوتم. السايتولوجي اوف ذا سبيوتم ممكن تطلع لنا malignant cells. يس ممكن اذا ناخذ سمير وسايتولوجي. بعد ممكن انه يعني ناخذ بايوبسي. ممكن البايوبسي هاي تؤخذ عن طريق السي تي جايد
زين، او ممكن ان تاخذ يعني اللي نقول سي تي جارد يعني بيركتينس نيدل بايوبسي، زين، خصوصا هاي بالبريفيرال تيومرز. بالسنترال تيومرز لا، ممكن انه نلجا الى البرونكوسكوبي، زين، فممكن عن طريق البرونكوسكوبي ات الاوز انه حتى نسوي اسسمنت للتيومر وبايوبسي له واسسمنت اوف ذا اوبرابيلتي الى اخره. اوكي، فمثل ما نلاحظ انا خصوصا بالكارينا انا هذا التيومر زين اتس بيسيكلي ات ذا بايفركيشن، زين، فخلي هذا الشيء. طبعا عن طريق هاي الاشياء ناخذ بايوبسي، ممكن ناخذ سبيوتم سامبلز، ممكن ناخذ براشينج، زين، وكل هاي ندس على سايتولوجيست حتى احنا نقدر نعرف التيومر شنو نوعه ونعرف الريسكتابيلتي مالته، زين، فنخلي هاي الاشياء طبعا. بشكل عام ورا ما احنا حكينا على هاي وحكينا شنو الاسئله المهمه اللي ممكن انه تجي، زين، بالامتحان على هاي النقاط، التريتمنت المانجمنت مال اللونج تيومرز ما راكم تدخلون نفسكم بي وتقروا بالتفاصيل لانه ما راح يفيد يعني بشكل عام. والمانجمنت اللي المفروض ان تعرفوه هو الاشياء الاتي. اولا بشكل عام اللونج تيومرز كان اونلي بي كيورد باي سيرجيكال ريسكشن، زين، بس unfortunately 85% من البيشنتس لما يجون at the time of diagnosis هم surgery is not possible، زين. الآتي اللي هي contraindications to surgery أيضا واحدة من النقاط المهمة جدا جدا بال MCQs اللي انتجي، زين، فركزوا عليها جدا. أولا إذا أنا عندي إذا patient عنده distant metastasis أكيد يعني هذا ما راح أقدر أسوي له operation لأنه هو بعد distant metastasis و lung tumor، فطبعا هذا في شيء منطقي. إذا أكو involvement يعني هذا اللي نسميه إحنا M1 distant metastasis، أو إذا أكو involvement مثلاً الheart involved local involvement حتى لو مو distant metastasis local involvement مثلاً الheart the great vessels the trachea the esophagus اللي نسميه T4 okay TNM نعرف هذا الشيء، أو إذا involvement حتى of the pleura وصار أكو malignant pleural effusion it's a contraindication للسيرجري بعد صار involvement. Patient عند contralateral mediastinal lymph nodes، زين، مو على نفس السايد، إذا أكو involvement أو إذا أكو involvement of the contralateral side، زين، فأيضا ما راح تفيد الأوبريشن بهالحال. فإذا يا أما distant metastasis أو involvement central mediastinal invasion heart great vessels trachea esophagus إلى آخره، أو contralateral lymph nodes أو pleural effusion، زين، هاي كلها حكينا عليه. البيجن بشكل عام إذا الـ FEV1 مالته أقل من 0.8 liters، أوكي؟ إذا هذا it's not possible إنه أنا أسوي له resection لأنه راح يقل هواية وراء العملية وهو أصلاً قليل جداً الـ FEV1 مالته، فإذا this is a contraindication to surgery. أو إنه البيجن بشكل عام حالة حال أي عملية ما أقدر أنا أعطيه تخدير severe أو unstable cardiac أو condition أو other medical conditions إنه التخدير بها يكون يعني ما أقدر أنطي، فهاي الحالة أيضاً تعتبر contraindication يعني بكل العمليات بشكل عام، بس هذا need specific. فإذا distant metastasis الـ M1 أو central mediastinal invasion T4 أو malignant pleural effusion أو contralateral mediastinal lymph nodes زين أو FEV1 أقل من 0.8 liters أو مثل ما قلنا severe أو unstable cardiac or other medical conditions. هل ننطي radiotherapy؟ هل ننطي chemotherapy؟ صراحة الراديوثيرابي ممكن يعالج أو ممكن يقلل the size of the tumor حتى شوية يفك the superior vena cava obstruction فممكن يفيد بهاي الحالات. البيشنتس اللي عنده recurrent hemoptysis ودي يصير annoying ودي يصير دي يفقد البيشنت هواي ممكن أيضا أنه حتى نقلل من البردن مال تيومر فممكن أنه ننطي radiotherapy. أو البيشنت اللي عنده agonizing pain ممكن أيضا نعالجه بالradiotherapy. أما الكيموثيرابي مثل ما قلنا هو للtreatment of small cell carcinoma ممكن ننطي treatment ما كل عين تعرفونها إلى زامي زي بس هي chemotherapeutic agents زين تقريبا every 3 weeks for 6 cycles. أما small cell carcinoma survival مالتها كلش poor فالكيموثيرابي يعني هو it will not cure it بس يعني it may prolong the survival from 3 months to 13 months زين خلي هذا الشيء أيضا بان. هاي الأشياء المهمة اللي تحتاجون أن تعرفوها عن موضوع ال يعني ال lung malignancies اللي هي تجيكم بالامتحان زين. نقطة أخرى إنه إحنا بس نحكي على في الموضوع بسيط اللي هو solitary nodule. طبعًا بس مجرد إن دا أحكي على بعض الأشياء زين ماكو داعي إنه تحفظون كل هذا المخطط. بس إحنا مثلًا solitary nodules من نباوع عليها أكو بيها specific things دائمًا لازم نعرف إنه هي من تكون حجمها كبير، أوكي،
بيها ريسك اوف مالجنسي، خصوصا لما تعبر السنتيم، يعني من 1 إلى 6 سنتيم. احنا نعتبرها يعني انه ذس از فشي بيج، فخلي بان. شنو الفيتشرز اوف مالجنسي؟ انه تكون كبيره، السايز مالتها مهم بالنسبه لنا، ذس از نمبر 1. نمبر 2 انه اني من اسوي 2 فيزيتس واجي اقيس للبيشنت، الحجم مالته ده يزداد خلال هاي 2 فيزيتس، زين حجم مالته ده يزداد خلال هاي 2 فيزيتس، فاذا اتس جروينج ان سايز. هاي نقطة رقم 2. نقطة رقم 3 لما تكون نون كالسيفايد. الكالسيفايد mainly it's a feature of benign of a benign thing، بينما نون كالسيفايد، زين نون كالسيفايد لا، هنا تعتبر شنو؟ تعتبر usually a malignant thing. فإذا هاي الأشياء السايز مالتها being non calcified زين it increases in size أو البيشنت دي يكون symptomatic، هاي الحالة we should assess the patient further طبعا عن طريق الـ CT scan، والـ CT scan بيه بروتوكولات، هاي طبعا ما راح تنسألون بيها ولا راح تيجيكم ولا هم يحزنون، فأنتوا لا تدخلوا نفسكم بيها، أوكي؟ بس ركزوا على الأشياء اللي سولفناها.